أنتقل الآن وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عثمان المرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني. أستاذ عثمان، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من ملف اليوم. سؤالي لك الآن، مع انعقاد هذا الاجتماع الوزاري الأول المنبثق عن مؤتمر دول جوار السودان، برأيك ما هي أبرز الرهانات التي يعول عليها من أجل المضي قدما في خطوات فعالة لمعالجة هذه الأزمة الموجودة في السودان، والتي كما تعلم هي متعددة يعني النواحي، سواء سياسيا أو أمنيا أو حتى إنسانيا؟ طبعا الرهان الأول هو على المجموعة نفسها، مجموعة دول جوار السودان هي الأكثر تأثرا وتأثيرا بالوضع في السودان، ولذلك لها القدرة على التعامل مع هذه الأزمة عن علم ومعرفة، لأنها متصلة بالشأن السوداني والداخلي، ولديها اتصالات جيدة بكل المجموع السوداني العسكري والمدني، فلذلك تتوفر لها قدرة للتعامل مع الوضع في السودان. وأعتقد أن الآلية الوزارية الآن في جاد ستبحث إمكانية وضع خارطة الطريق للتعامل مع الأزمة السودانية في ثلاثة مسارات. المسار الأول وهو المفاوضات المباشرة بين الطرفين العسكريين، ثم بعد ذلك المسار الثاني وهو المساعدات الإنسانية، وهذه مهمة جدا لأن الدول جوار السودان هي التي ستصبح المنفذ الأكثر فاعلية في إيصال المساعدات لجميع أنحاء السودان المحتاجة، خاصة في غرب السودان مناطق دارفور التي من الصعوبة بمكان الوصول إليها من مطار بور سودان. والمسار الثالث وهو الأهم، المسار السياسي الذي يجعل المجموع السياسي المدني السوداني قادر على إنتاج حل يساعد في إنهاء الأزمة العسكرية بين الطرفين المتقاتلين، وفي نفس اللحظة يساهم في ترسيم خطوات المستقبل، بمعنى الحكم الذي سيلي هذه الحرب عندما تنتهي الحرب لابد أن تكون هناك وصفة جاهزة لما بعد الحرب سياسيا، حتى تبدأ من اليوم الأول، لأن الفراغ سيكون له مضاعفات كبيرة. فهذه الاجتماعات الوزارية ستبحث خارطة الطريق المفضية في هذه إلى هذه الثلاث مسارات، وأتوقع أن تصل إلى نتائج سريعة يمكن أن تدعم إمكانية الوصول إلى تسوية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أسرع ما يمكن. أستاذ عثمان، ربما من أهم النتائج التي خلص إليها هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر عندما عقد أن يكون حل هذه الأزمة هو حل داخلي خالص أو حل سوداني سوداني، إلى أي مدى هذه نقطة مهمة في حل الأزمة؟ طبعا الحل السوداني السوداني هو في الشكل الفني لما يمكن أن يصل إليه الفرقاء السودانيين، الاتفاقات الثنائية بين الدعم السريع والجيش السوداني، ثم بعد ذلك المسارات والاتفاقات التي يمكن أن تنشأ من المجموعة المدني. لكن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة داخلية، يعني إذا لم يكن هناك إرادة داخلية في المسار العسكري ثم السياسي، فسيكون من الصعوبة بمكان أن ينتظر الخارج دول جوار السودان أن تأتي أي حلول سودانية سودانية من دول. صحيح أحيانا قد تكون هناك حاجة لبعض الخبرات الخارجية في مساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى حل سوداني، بمعنى آخر أن تقديم الوساطة الفنية أو محاولة تقديم المساعدات اللوجستية قد يساهم في إيجاد حل سوداني، لكن بمشاركة ودعم خارجي. وأعتقد أن هذا ما يمكن أن يحدث خلال في سياق مبادرة دول جوار السودان. يعني على سبيل المثال، إذا كان لابد من أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الطرفين يمكن أن تستضاف خارج السودان، هذا لا يعني وهل أن هذا يمكن أن يتحقق أو يحدث؟ هذا أصلا مرسوم، يعني أنا أعتقد في ضمن الخطط مبادرة دول جوار السودان هو بداية بمفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، ثم مفاوضات مباشرة كان اقترح أن تتم في القاهرة. فوجود المفاوضات خارج السودان في القاهرة لا يعني أن الحلول أتت من الخارج، لكن يعني مشاركة أو مساهمة لتذليل العقبات أمام الأطراف السودانية في الوصول إلى اتفاق، وهذا مرغوب ومطلوب في هذه المرحلة. لكن بالضرورة يجب أن تنشأ إرادة سودانية داخلية، وهذا ربما ما كنت أقصده أو ما كان يتحدث عنه هذا المؤتمر أو البيان الختامي الذي صدر عن هذا المؤتمر. طيب، ذكرت أنت نقطة مهمة أيضا أستاذ عثمان منذ قليل، أن تهتم دول الجوار وفقا للبيانات المشتركة الصادرة عن القمة والاجتماع الوزاري بتسهيل إجراء حوار جامع بين السودانيين. أنت ذكرت هذه النقطة منذ قليل، هل هنا نقول أن جهود دول جوار السودان تركز على مرحلة ما بعد الحرب أو ما بعد الأزمة؟ هي مرحلة ما بعد الحرب هي جزء من حل مشكلة ما قبل أو أثناء الحرب، لأن الآن هناك
فعلا يعني جرت مباحثات مباشرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكن عندما يكون هناك نظرة مستقبلية ورؤية واضحة لمسار الأوضاع السياسية ما بعد الحرب، أحيانا يساهم هذا في أن تكون هناك يعني عملية تليين للأطراف في المفاوضات، بمعنى طالما أنه هناك فرصة لإيجاد نوع من المساومة بين قوسين ما على ما بعد الحرب، يمكن أن يساهم ذلك في الوصول إلى قرار سريع لإيقاف الحرب طالما هناك أمل، لأن أحيانا الحرب تستمر بدافع عدم وجود الأمل فيما بعد المستقبل فيما بعد الحرب، فتصبح الحرب بالنسبة لأحد الأطراف هي قضية فناء، يعني هي انتحار، حرب انتحارية، لأنه لا أمل أمامه في أي مستقبل آخر. فأنا أعتقد أن التخطيط للمستقبل أحيانا هو جزء من تحقيق السلام في الحاضر.